اليوم عزيزي المشاهد سنقدم لك حلقة خاصة من برنامج توب 5، ستكون بمثابة حلقة وداعية للعام الحالي، حيث سنقدم لك في هذه الحلقة الفيديوهات الخمسة الأكثر مشاهدة على قناة عرب جي تي. وبمعنى آخر فقد تم إعداد قائمتنا اليوم وفقا لتفضيلاتكم الشخصية واختياراتكم. ونبدأ من المركز الخامس مع حلقة من برنامج تغطية خاصة بحجم مشاهدات تجاوز 515,000 مشاهدة، حيث قام زميلنا صهيب شاشاعة في هذه الحلقة بتجربة سيارة رولز رويس دون 2016. لا هي أوكي سيارة، بس هي مش سيارة بنفس الوقت، فحللوها زي ما أنتم بدكم، إشي فاره لدرجة عالية جداً. ولكن بما تختلف هذه السيارة عن باقي السيارات؟ رولز رويس دون تعتبر أكبر سيارة مكشوفة بالعالم، هو أكيد أفخم سيارة مكشوفة بالعالم. ولكن على الطرق المليئة بالمطبات في منطقتنا، ماذا سيحدث لهذه السيارة الفخمة يا صهيب؟ طلعوا على سرعتي، طلعنا على مطب عملاق شباب على سرعة 60 كيلومتر بالساعة، ولا أي اهتزاز داخل المقصورة. هل يمكن للراغبين التقدم بطلب لشراء السيارة؟ لسوء الحظ جميع السيارات تم بيعهم. وفي المركز الرابع وبحجم مشاهدات تجاوز 520,000 مشاهدة، جاءت حلقة من برنامج تيست درايف مع كريم ديب وهو يقود سيارة تويوتا لاند كروزر 2016. ولكن وبما أن النسخة التي جربها كريم كانت من فئة VXR مع حزمة تعديل خارجية ونظام تعليق معدل، فللأسف لم يستطع كريم أن يجرب السيارة على الرمال كما يريد، واقتصر الأمر على بعض جولات خفيفة على حد تعبيره. خفيف خفيف يعني. وخلال استعراضه لمواصفات السيارة كان لكريم وقفة مطولة مع الباب الخلفي. بس انت الآن صعب انك توصل لنهاية صندوق السيارة بسبب هاي المسافة المدة تقريبا 50 سنتي، فبتضطر انك تجلس على الباب وبعدين انت تدخل الداخل عشان تجيب الأغراض اللي بدك اياها من الداخل. كما كشف كريم عن معلومة شخصية بعد إلحاح المشاهدين. كثير ناس يسألني يا اخي قلنا كم طولك تقعد ورا في المقاعد؟ طولي تقريبا 187 سنتي 186 سنتي. واضطر كريم في مرحلة معينة الى خلع النظارات الشمسية. خلينا الان نركز اكثر معاكم. اما اسعد لحظات كريم فكانت عندما بدأ يشرح بالتفصيل عن نظام الدفع الرباعي. اوكي اجينا للكلام الصح الان، هذه اكثر قطعة انا منتظرها نتكلم عنها صراحة. هون عندكم نظام الفورويل. ليش؟ وبالطبع فلم يفوت كريم الفرصة، وكما جرت العادة جرب بنفسه تسارع السيارة من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة. وفي المركز الثالث تجربة كريم لسيارة BMW الفئة السابعة 2016 ضمن برنامج تجربة قيادة، وحققت الحلقة ما يزيد على 605,000 مشاهدة. وفي هذه الحلقة بدأ كريم متأنقا فوق العادة استعدادا لتجربة سيارة BMW الأفخم. لا تضحك. ولكن كريم قرر أن يجلس في مقعد السائق منذ البداية. ليش؟ بالطبع لأنك تريد أن تستمتع بقيادة السيارة وتجرب أنظمتها المتطورة والتي تمنح السائق متعة لا تضاهى يا كريم. والله أعلم. وخلال التصوير اضطر كريم للإجابة على اتصال مروان مستخدما نظام التحكم الجديد من BMW والذي يعمل بالإيماءات. خلنا نشوف شو بده مروان. مروان السلام عليكم. هلا عليكم السلام كريم، كيفك؟ يا أخي بصور أنا، ليش تتصل؟ واستعرض كريم خلال الحلقة عددا من مواصفات BMW الفئة السابعة التي قد تخفى على كثيرين. عارفين انتو في BMW انه في ستيرنج خلفي للإطارات الخلفية؟ شوفوا العطر كيف؟ شايفين؟ شوفوك؟ الله بلش كونكت خلاص.
بعدين شوف شو بسوي. شايف؟ حرك السيارة. وفي منتصف الحلقة قرر كريم أن يعين سائقا خاصا وانتقل إلى المقعد الخلفي ليجرب الجهاز اللوحي الخلفي ويستخدمه للتحكم بأنظمة السيارة المختلفة. كله تاتش يا معلم. وعندنا هون ريموت. وفي النهاية كان لكريم ملاحظة خاصة على تصميم السيارة. بس بكل صراحة الشكل الخارجي ما اختلف كثير عن الطراز السابق، والدليل التشابه الكبير بين الطراز هاد والطراز الخامس. وفي المركز الثاني نجد الحلقة الأولى من برنامج هيد تو هيد بعدد مشاهدات تجاوز 630 ألف مشاهدة. في هذه الحلقة كان صهيب يقود سيارة BMW 750Li موديل 2016 ضد مين يا حبيبي؟ راح تكون ضدي أنا، مو بأي منافس، بل مرسيدس S500 2016. وتضمنت الحلقة استعراضا سريعا لأبرز المواصفات الأدائية للسيارتين. وفي الحقيقة فقد كان التنافس قويا بين السيارتين كما يظهر في النقاش الطويل بين كريم وصهيب. بس معلش عذروني، فلذلك احنا منشوف سيارة BMW 750. صهيب عذرني، بس مو انت اللي بتقول هالكلام. بس شوف يا كريم، بكل صراحة والكل بيعرف. بس يا كريم انت اكثر واحد بتعرف انه هاي اسماء للترويج والتسويق. بس صراحة صهيب يعني كريم، خلينا نحكي عن الاسعار والدعم الموجود. صراحة يمكن السيفن سيرز تتفوق وحتى في النهاية لم يتوصل فريقنا إلى نتيجة محددة وترك الحكم لك عزيز المشاهد. صعب أنك تختار الأفضل بين السيارتين وتختار أنت 7 سيريس ولا الاس كلاس، أي واحدة بتفوز بنظرك. وفي المركز الأول نجد حلقة BMW i8 2016 من برنامج تجربة قيادة مع عدد مشاهدات تجاوز 685 ألف مشاهدة. وفي هذه الحلقة قدم لنا كريم تجربة قيادة مفصلة لسيارة BMW i8 مع حزمة تعديل AC شنايتزر، والتي زادت من تميز هذه السيارة على الطرقات. السيارة مميزة جدا في الشارع، من أول ما ركبت فيها كل الناس أنا ماشي بتصور. وعلى الرغم من أن كريم كان لديه بعض الأفكار الخاطئة عن السيارة، إلا أن التجربة أثبتت له العكس. أنا كنت مفكر من السيارة أنه والله أي كلام، ثلاثة سلندرات صوت مزيف، بس والله. وفي نهاية المطاف أشار كريم إلى خطأ قد يقع فيه الكثير من متابعي عرب جي تي. سبسكرايب، سوي سبسكرايب، ممكن تكون تحذرها من زمان بس مفكر أنك عامل سبسكرايب بس أنت مو عامل، فسوي سبسكرايب عشان نوصل مع بعض للعالمية باسم العرب مع عرب جي تي. فيسبوك، انستغرام، تويتر، سناب شات معاكم، جوجل بلس، كل مكان. نشوفكم على خير، حياكم الله.